السلام عليكم خوتي، اسمحوا لنا على هذه الطويله هذه، شحال هذه ما قدمنا مواضيع، فكانت ظروف خاصه وكانت جات حتى باش بنادم يعرف واحد الحاجه. فعندك نهار الجمعه، نص النهار الاولاني ما كنخدمش فيه، ونهار الحد ما كنخدمش، كناخذوا راحه راكم عارفين، باش بنادم يبدل شويه الجو وما يبقاش مستريس، لان شويه الدومين هذا كي ستريسي، وسيرتو فاش على حساب الميساجات ديال الواتساب، الميساجات ديال اليوتيوب، ما كتقدرش توافق ما بين الناس اللي كيجيو عندك المحل وما بين الخدمه ديال الانترنت بطبيعه الحال. يعني خص الا مشيتي غادي غتقدر يعني ما تقدرش توازن، فغادي تقدر تسمح في واحد الخدمه، فشي مرات كنضطر انني نسد المحل ونخدم بالواتساب. المهم الخوت، هذا النهار هذا جيت غير باش نعطي تفسيرات الجهاز اللي خرج جديد، فكنت فشكرا الاخ نور الدين التقني ديال الشركه ديال الفيزيون، فكنت سولته على الجديد ديال الفيزيون، فاغلبيه شركه الفيزيون ولات كتهتم بالتلافز بزاف، فالاجهزه شويه بحال كتقول يعني تراجعات فيهم. فقلت له واش كاين شي جديد، قال لي الفيزيون اكسترا جوج، وكما كتعرفوا كانت خرجات واحد الجهاز ديال الاندرويد فكنجح لها. فاليوم غادي نقدم هذا الجهاز هذا، وغادي نعطي الفرق ما بينه وبين النسخه ديال 2023. هذه النسخه ديال 2024، او نقدروا نقولوا لها النسخه ديال 2025 اللي خرجت في الاواخر ديال شهر 2024. فهنا غادي نفتح الكارطونه ونوريكم شنو فيها، وبطبيعه الحال غادي تتعرفوا حتى على الفروقات. هاد البريزونطاسيون او هاد التقديم هذا انا ما عجبنيش، ولكن عجب يعني شي حوايج كتقول ما غاديش تعجب الناس، في الاخر كتلقاها عجبه عباد الله. المهم هذا هو الجهاز الخوت، نخليوه ابطر ونفتحوا الكارطونه. فعجب هاد التقديم الناس، انا كنت في الاول كنت كنقدم الجهاز يعني كنشدو في يدي وكنحاول انني نقدمو يعني هكا يعني وانا باين مع الجهاز، ولكن دابا هاد التقديم هكا عجب بزاف ديال الناس. فالتيليكوموند تقريبا بحال التيليكوموند القديمه، ما كاينش شي فروقات، نفس التيليكوموند كما كتشوفوا الاخوه. هنا عوينه اللي كتلصق في الجهاز، وبطبيعه الحال كلي واي فاي، ديما كلي واي فاي، فالفيزيون ديما كترسل كلي واي فاي مجانيه للجهاز. هنا واحد جوج البطاريات، حنا كنقولوهم بالمغربيه جوج حجرات، بالمغربيه او بالدارجه ديالنا فكنقولها جوج حجرات. هنا خلاص شارجور ديال 12 فولت، فهنا تقريبا 12 فولت 1 امبير، ما عرفتش انا واش تبان لكم في الكاميرا 12 1 امبير، يعني شارجورات يعني لا ديال الاجهزه الاخرى تقدر تخدم. وهنا واحد الكابل ديال تقريبا 4 متر. صافي الخوت، هنا كتبقى الكرتونه خاويه، يعني ما كيبقى فيها حتى شي حاجه. نجيو للجهاز وغادي نعطيكم المفارقات، او باش تقدر تفرق يعني النسخ ديال 2024 مع النسخ القديمه، رغم انني كنشوف بحال بحال. غير هو الشركه علاش كتخرج فيرسيون جديده؟ باش كتعرف، باش كتعرف كل فيرسيون المشاكل ديالها، او كل فيرسيون فوقاش خرجت. فهذا هو الجهاز من هنا الى كتلاحظوا، فكاين الار الار اس 232 ديال الفلاش، بور ديال اليو اس بي، و المخرج ديال العوينه، والمدخل ديال الطاقه. هنا فين كدير العوينه تقريبا بحال هذا الشكل. الى دورناه من الجهه الاخرى، ف البور خلاص هنا المدخل ديال التلفازه عاديه، بغيت تخرجوا التلفازه عاديه هنا، هذا هنا المخرج ديال الاش دي ام اي. هنا الا كانت عندك التلفازه داك القديمه اللي كتخدم بالارسيات او حتى فيش بيليتر، هنا المخرج ديال الاش دي ام اي، هنا البور الثاني ديال اليو اس بي، وهذا كيتحتاج بزاف، يا دير فيه كلي واي فاي باش تكونيكطا مع الانترنت، او تقرا الداتا او الفيديوهات او الصور اللي عندك في اليو اس بي، لان البعض صافي ما بقاش كيستعمل الدي في دي او الفي سي دي، بطبيعه الحال كيتفرج في التصاور ديالو يا عن طريق الواتساب او كيديرهم في يو اس بي وكيبغي يشوفهم في شاشه كبيره ديال التلفازه. هنا خلاص صاحبنا ال ام بي يعني اللي كيمشي للتبصيل. صافي الخوت، هذا هو الجهاز. فانا غادي نعطيكم المعلومات ديال الجهاز، غنشد اليو اس بي تقريبا كما قلت لكم، فنفس
نفس لي ريفيرونس ديال الجهاز الاول، يعني نفس المعلومات. فكيجيب كيجيب تقريبا ب 15 شهر 12 شهر ديال الفوريفر اللي ديال الساتيليت، لان دابا الابولو الفوريفر راه ولا سميتو الابولو، يعني شحال واحد ما عارفش، شحال واحد مازال ما عارفش هذه القضيه. فالفوريفر اللي كيفتح الساتيليت او ديال الشرينك راه سميتو الابولو، كنعيطوا له الابولو ساتيليت. وخلاص الاي بي او اللي بلا تبصيل واللي كتخاد منه التقنيه ديال الاي بي تو سات، هذاك كنسميوه الابولو اي بي. صافي الخوت، غير باش نفرقوا، هذا في 12 شهر ديال الفوريفر اللي هو الابولو فوريفر، في 12 شهر ديال الابولو اي بي، انتوما الاخر يعني 12 و15 شهر ديال السمارت اي بي. السمارت اي بي فيها بطبيعه الحال اللايف اللي هو اللي خاص بالقنوات، وفيه الفود ولي سيري، و15 موا ديال سمارت ماكس لايف، فيها تقريبا الفود وفيها القران وفيها الروبلاي. صافي الخوت، و12 موا بطبيعه الحال ديال الاي بي 27 اللي قلت لكم كتخاد من صاحبنا الابولو. الجهاز فيه الصوتيات خاصه بالفيزيون، كتسمى الاوديو سمارت. بطبيعه الحال كيدعم الخاصيه ديال الاش 265 او الاش او في سي، لان عندها جوج ديال السميات. اللي ما كيعرفش شنو هي الاش 265 او الاش او في سي، هي ضغط الصوره من المصدر بطبيعه الحال، وخص الجهاز يحتوي على هذه الخاصيه اللي كيفككها وكيعطيها لك في الشاشه بصوره نقيه، يعني ضغط الصوره من المصدر باش كتوصلك انت بواحد التقنيه. الا ما كانتش هذيك التقنيه في الجهاز، فواخا كدير التردد في يعني في الساتيليت، واخا كدير التردد، فاش كتلقى التردد كتلقى الاشاره، فاش كدير سكان ما كيطلعلكش القنوات. علاش؟ لان ما الجهاز ما كيحتويش على الاش 265 واو على هاد التقنيه ديال الاش او في سي، فضروريه باش يبانوا لك بعض الترددات اللي كيكونوا مضغوطين من المصدر بهذه الخاصيه ديال الاش 265 على الاش او في سي، كتوصل للجهاز كيفككها عن طريق القراءه ديالها وكيعطيها لك يعني بصوره مثاليه. في اليوتيوب، في القران، في الديلينا يعني كتبارطاجي لي دوني ديالك، وفي الدولبي ديجيتال بلس. الدولبي ديجيتال بلس فبطبيعه الحال كتاكتيفيها في السيستم، دابا نشرحها شي نهار. وبطبيعه الحال كيقبط داك القنوات ديال الملتي ستريم، فيه ملتي ستريم كيقبط القنوات اللي في اليوتيل سات دوبل في 5 ديال القنوات الفرنسيه، وكيقبط القنوات ديال الاسبانيه اللي كتسمى ايبيريت. ايبيريت ما عرفتش انا بالصبني ولا شنو كيفاش كتنطق، ولكن كتسمى الابيريتس ولا الايبيريتس ولا الابيريتس بحال هذا الشكل هذا. اللي عندهم مع الصبنيولي الناس ديال الشمال راه كيتقنوها، راه غادي يعطيونا السميه هي هذيك، ما بالعربيه المهم سميتها ابيريتس. هذا هو هي قنوات كتثبت بالصيغه ديال الملتي ستريم على القمر ديال الاسباسات 30 درجه، وبطبيعه الحال ما كتقبطش الا ما كانش ذاك الخاصيه ديال الملتي ستريم، وواحد الخاصيه اللي كتسمى تي تو ام اي. فكاينه في الاجهزه ديال الانيغما، وكاينه في الاجهزه ديال 4K، وكاينه في مجموعه ديال الاجهزه. الاجهزه اللي ما فيهاش هذه الخاصيه ديال تي تو ام اي ما غاديش تقبط هاد القنوات ديال الابيريتس. وهاد الابيريتس هي قنوات اسبانيه كتبت ارضيا وكتبت فضائيا، وكتنقل مجموعه من المباريات كتنقل فضائيا عن طريق القمر الاصطناعي الهيسباسات 30 درجه، وكي سيبورتي في اي بي. فالا خلينا الجهاز هكا الخوت ومشينا قارناه مع النسخه القديمه، نفس الاخر ما كاين حتى شي فرق. هانتوما انا غادي نحطهم بجوج ونحيدوا العوينه، هانتوما ما كاين الخوت حتى شي فرق نهائيا، حتى شي فرق ما كاين. دابا انا الا جيت نردهم للكارطونه راه غادي غنتلف. يلا ما عدا الا مشيت قلبت للسيريال، فانا غادي نلقى في السيريال الفوريفر 24، هنا غادي نلقى باش قلت لكم غادي تفرقوا، هنا غادي تلقى بادي ب 24 فاش كتمشي للسيريال، ما عرفتش واش تبان لكم، راه كتبدا ب 24، ولكن القديم الا مشينا للسيريال ديالو غتلقاه بادي ب 07 ولا بشي حاجه. المهم ماشي بحال بحال، هذا ما فيهش السيريال. الاخر ديال النسخه ديال 24 فيه السيريال، ملي كتلقى فيزيون اكسترا وكتلقى 24 حداه، ترى 24 حداه. صافي الخوت، هذه شي باش تقدر تفرق. نتمنى ان يكون عطيت يعني
يعني تعريف مزيان بهذا الجهاز هذا، يعني النسخه ديال 2024. بطبيعه الحال ملي غادي تشري الجهاز على البائع فغادي تلقى بحال هكا، يعني غتلقى مختلف الكرتونه، هذه النسخه الجديده وهذه النسخه القديمه. النسخه القديمه الخوت هي اللي الفوق، والنسخه الجديده هي اللي تحت. النسخه القديمه بالبنفسجي والنسخه الجديده بالقهوي. صافي الخوت، يلا صباح الله عليكم.